نحن نطالب بتشكيل لجنة تحقيق دولية محايدة لمعرفة كيف قتل الأسير خضر عدنان داخل زنزانته في عيادة الموت عيادة الرملة. ما حدث مع الأسير خضر عدنان كان قرار إعدام من قبل حكومة الاحتلال ومن قبل الوزير المتطرف إيتمار بن غفير الذي رفض حتى إعطاء المدعمات في اللحظات الأخيرة التي كان من الممكن أن تنقذ حياته. تشكيل لجنة تحقيق دولية، خضر عدنان أصبح رمزا عالميا كبوبي ساندز كجيفارا ككل الأبطال في العالم الذين خلدهم التاريخ بنضالهم وقتالهم من أجل تحرر أوطانهم. لذلك تشكيل لجنة تحقيق دولية وكشف الذين ارتكبوا هذه الجريمة ومحاكمتهم في المحاكم الدولية، هذا مطلب كل الأحرار في كل العالم ومن الشعب الفلسطيني. خضر عدنان استشهد وهو يطالب بحريته. خضر عدنان استشهد وهو مضرب النظام أمام كل العالم، وهناك ولا حياة للمتنادي. المطلوب اليوم العمل بالإفراج عن جثمان الشهيد خضر عدنان، المطلوب عن الإفراج عن شهداء 12 شهيد أسير محتجزين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، المطلوب جر دول سجون الاحتلال الإسرائيلي لمحكمة الجنايات الدولية حتى يكون هناك مسائلة قانونية لجرم هذا الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني ضد الجنائي.